بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ولا ليال وحنجعل هاي إن إسحسوسينو كلمة دي ركوبا هذا قروح بدن كهذا ليس لبا الرماد وأحد العلماء وشيء وحولي إذا أردت أن تناجي ربك هداد ربتيد إن إلهها قال شكيستيد لها سوديد ورؤدي بتيد فعليك بصلاة صلاتك وإذا أردت هداد دونتيد أن يناجيك ربك إن إلهي كل شيء كيستو إلهي كو ورمو إلهي الصاحب نقطان وورك دقيستيد فعليك بالقرآن القرآن كأخري والله بأمره عجيب ويا ولا ليال دل كيرنيجي قال إن هذا مريكا وحولي المتدين لا يقلق نك الدين له إيمان له عذر كان بوفسك وكما دعوه ما وريره ستريسي ما نقضه قلق ما يهشه ما مرقوده ما عبصده لماذا؟ إلهي بقرآن كيسا إنه شيء إلهي وحول سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذاتك إلهي لا صاحبك أولياء ما عبصودان ما نمرقودان رزقك ما عبصودان جيريدا كما عب صودان عضوك كما عب صودان يجردا وبدل أنت كما عب صودان ما مرغودان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما عب صودان ما نمرغودان أولياء إلهي وآية ولا ليال مولياء راملا أولياء إلهي ما إسلامي جدا رفضيا لا أولياء إلهي وحول إلهي الذين آمنوا وكانوا يتقون وكو إيمان كله إلهي رميسا إلهي نك عبصونا يا سبحانه وتعالى مركا أخي أختي ولا شيء ولا الكي وحن قاله وحوي نفتدنا كلات لنا يا نك كلات لنا يا سيأنو جبك سنو وقع في ماذنو جرد أدونك وين وأسبوفيس كويان وقلق كويان وأسترس كويان مريكا بوهايستا كندا بوهايستا يوروب بوهايستا أفريقيا بوهايستا مركز تو كجرا تذكر وريرسيه محاور ريي ال وحاور ريي عبسي وريرسيه أنا أخاف أنوار عبسونيا أنا أخاف من الموت هنا دتاك عبسونيا أنا أخاف أنوار عبسونيا من الفقر جاك عبسونيا أنا أخاف وان عبسونيا من المرض باك عبسونيا أنا أخاف وحك عبسونيا أبد كي ويني يديعي ويان أنوار عبسونيا كلنا نخاف بماذا نخاف لأن إلهي ما إلى قديم اسك قولي حريرك السبضة وان جرني رلاسيون وان جرني الله يأنكو أصحاب منهن سبحانه مركه و إلهي سبحانه وتعالى ان قاله في سوره و إلهي القران كوري مركو كشيكيني ددك مؤمنين تا يا غالده واخو دحايس مخوري ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين لا اله الا الله و إلهي ان قاله سبحانه وتعالى الى فيري ولاك مسلمك ولا شيء مسلمتا الى فيري قفك بني ادلك و ارغغخ بديه دبات هدا هش هدو وانا كلنا وعليس بدنيه لكن قفك إلهي كحر الله بضع ملعي ما أرققه ما عبصوده أدوك وبقه لماذا؟ لأنه تكلي إلهي بوكليه سبحانه وتعالى أنت ولي في الدنيا والآخرة إلهه أديك أنيك إسكا كيلما أنا إياه إله الله مركا محول إمام كاسي والهداد إلهي وحكربت هل قدت كوي ديساني صلاة شنجر بإلهي نوية العمالتي ولا ليال فجرقي ظهرك عصرك مغربك عشائي يوم حي وشب الله بوت إلهي وحو كليه سبحانه وتعالى إيه كالي كلينك كبان ليه دختر دختر بسيكولوجيا سيكولوجيا كالا أنا إيه كالي محال ليه ده مدحا نورك ديك هل كان محاكو جيرا مسكح دي باكو جيرا تقيبتي في كريسي محال ليه ده سبحان ربي الأعلى إله سريا عيوة كوفيه مركا انت تراد بلا يقول ايه واحد دوني ويديسو اقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد ادونكو مركو الهي اوغو دوو ياهي وا مركو سجوداي سبحان الله الهي وقت لا وقت اد اوغو دوو ياهي مجرو الهي نوح لا ليه يا ايها الذين امنوا اعبدوا ربكم الهي نعبده اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم
ركوعا سجودا إلهي نعبد سبحانه. أوكي صلاة ما أنت ربي وحنا ترسها وكوس عنده إن شاء الله فيدوي فربضن بصلاة ولا ذهب لكن ما توحنا كبحنا استرس كنا قدوي نسا قرآن كنا محان وخسرنا قرآن وحبذن بأكو جلسنا وكوس صعرنا لكن قرآن كإلهي بأكو شاكل يبا بل معانك قرآن كوفيرسو إلهي بأكلها الله يا أيها الذين آمنوا الله بأكلها الله قفك هدي الله على تليفون الله صدر ألو وأيو والرئيس الوزراء كندا براري ما هيا أقول صدر وقف بلادنا ألو وأقول صدر الله نيك أدوه أقول عقبنا يا أقول صدر الله وأقول لي وحنا كسير يا مانتا هل مليون دولار عاوز هل ميسد محمد كيسني هل كين جيني سان أراني سان يالي إلهي نوح أقول ليه ورشان تعالى وقت تكو رمضان كسر سكدة بيحي حش كتك ضد كنا بتجلي ومضى أشقها مع ذلك جنة عرضها السماوات والأرض جنب بالاركيه والسمدة يقولك أوليجها إذا نقفك الدنيا إنه إلهي أبو ري وربيبته ما أنت هدي نباتك ودع ذو حلده ألو ها إيك هاري ولا شيء نباته هزته ولا لك إيك هاري تليفونك قاضو الصلاة صلة بين العبد وربي صلاة وصلة وتليفون مؤمن كي إلهي بودع عيسى قل يا الله قل يا رب قل يا رحمن إلهي لا تشكسه قلني بشاغل كهذا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحنودي بي دبات ذي ذا يا مشاكل كذا يا ودي بي الله إلهي وحك حوين مجرو وحك بلادنا مجرو وحك أدقنا مجرو وحك العقبة لنا مجرو كحول بدن الله قعنتي يس كل شيء معول النبي إبراهيم إذا مرضت فهو يشفين هدان جرو دون بكوضة يسقى يدويني يطعمني ويسقين يسقى الراشمية isaga ana wax waraabiya wax walba isaga isiya hadaan dhintana isaga isoo nooleeyaa wa waxaanan waliba faraba inuu dambigeeyay dhaafo subhanallahi alazim salaada ilaahay ku diiso hadaan rabtiin ilaahay ku sheekayna isaga hadaan rabtiin ku hadlana quraanka akhri quraanka markaa akhri maxaa la saawaa dow labada shay walaalayaal adduunka waxa dhibaato yaalo dhamee naga baabiraa qofka labada haysta dhulka uu ku dul soconaya dadka iyo mashaqan waxa ka soconaya ma cabsanaayo ballar ma naga tahay ina salaadina tukano shan waqti quraanka ilaahay na akhrisno waxa ku soconaa assalaamu alaykum wa rahmatullah